بس قبل ما نخش في يعني في الملفات ديت، عندنا كمان حاجه بنفخر بيها، ويمكن كنا بنتكلم انا وحضرتك والضيوف اللي بنيجي، ان احنا كان عندنا شويه ان بنقول الكره المصريه بشكل عام والانديه واتحاد الكوره ما عندناش الفيجن، ما عندناش التخطيط للمستقبل. النادي الاهلي يمكن خلال الايام اللي فاتت اعلن ان هو بيخطط ل 2050، حتى بعض الناس بتقابلوني في الشارع 2050 ده هيكون في ناس ماتت، يعني ربنا يدي الصحه للكل، لكن هي دي الرؤيه المميزه وده الخطوه اللي دايما النادي الاهلي بيسبق بيها. راي حضرتك ايه في انشاء ثلاث شركات على المستوى الاحترافي، شركه الاهلي لكره القدم وده مهم جدا هنتكلم فيها، وكمان شركه استاد الاهلي والمدينه الرياضيه الكبيره، وكمان شركه الخدمات السياحيه للنادي الاهلي في صدد القيام بها، طبعا كل ده تحت بند الاحترافيه، شايف الخطوات دي ازاي؟ خطوات مهمه، ويمكن خطوه شركه الاهلي دي يمكن حلم متاخر من 10 15 سنه، والاهلي فكر في الموضوع ده ودخل في كذا يعني دراسه زي ما بيقولوا اكتواريه للموضوع، وطرح ازاي هيبقى شكل الشركه والاسهم، ودار فيها خلاف على مدار 10 12 سنه تمام. فيجي النهارده القرار مهم والاسراع في تنفيذه اهم، لانه خلاص يعني الكيان الكبير ده والتاريخ الكبير لابد انه يتحط في المسار الصحيح والطريق الصح من بدايه الكلام. ما عادش ينفع بقى يعني الامور يعني تترك كده تمشي زي ما كده خلاص، لا، يبقى في شركه يبقى في معروف حدودها ومعروف ادارتها كمان، وعندك تبقى شامله كل ما يتعلق بكرة القدم، نواحي الاحتراف والاكاديميات والقطاعات والتسويق والاعلانات والبث التلفزيوني والاعلام، ده الكلام ده هتبقى نقله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، يعني هتبقى حط يعني وضعت نفسك على الطريق الصح اللي هو المفروض يعني كان يبقى ايه من بدري شويه، لو رغم الظروف الصعبه يعني اللي مرت بيها البلد في الفتره اللي فاتت من بعد 2011 ربما تكون اخرت المسائل شويه، لكن الامور في الاستقرار الحالي والوضع الحالي اللي بنعيشه اعتقد الامور مهيئه لانجاز رقم واحد واثنين وثلاثه بالنسبه لي هو شركه الاهلي لكره القدم، هي دي المهمه.